الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك وإيمانك وإسلامك ومحبتك ومحبة رسولك وشوق لقائك الله يا رحمن يا رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين اللهم ارزقنا علم التوحيد وعمل الإخلاص وحسن الخاتمة اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة روضة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا ومصيباتها وفتنتها وعذاب القبر وعذاب الآخرة وتوفنا مسلمين والحقنا بالشهداء والصالحين اللهم زيننا بزينة الإيمان وشرفنا بشرف القرآن وأكرمنا بكرامات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبحرمات أولياء الكرام أجمعين أوصل اللهم ثواب ما قرأنا من كلامك العزيز إنا لحضرة سيدنا وسندنا وهادينا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم وباقي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوان الله تعالى عنهم أجمعين ثم إلى حضرات سيدا شباب أهل الجنة سيدنا إمام الحسن وسيدنا إمام الحسين رضي الله تعالى عنهما ثم إلى حضرات ساداتنا الأصحاب البدريين وأصحاب الأحديين وأصحاب الخندقين وأصحاب الحنينين وأصحاب التبوكين وأصحاب الكربلين وسائر صحابة رضوان الله تعالى عنهم أجمعين ثم إلى حضرة شيخنا وشيخ مشايخنا القطب الرباني والغوث الصمداني والقنديل نوراني الشيخ محي الدين عبد القادر جيلاني البغدادي وأحمد الكبير الرفاعي وخاجة معين الدين سستر الأجميري وشيخنا أستاذنا نور الدين أبو الحسن علي الشاذلي وشيخنا أستاذنا وجدنا وقطبنا وغوصنا ملجانا مأوانا القطب الحميد والغوث المجيد بادشاه سلطان سيد إبراهيم الشهيد وابنه سيدنا سيد أبي طاهر الشهيد وأمه سيدتنا سيدة فاطمة وزوجته سيدتنا سيدة فاطمة وأخته سيدتنا سيدة رابية أمة وابنه سيدنا سيد أبي طاهر وزيره وزير العالم سيدنا أمير عباس وطبيبه سيدنا عبد الحكيم وجدنا وسيدنا نل إبراهيم رضوان الله تعالى عنهم أجمعين ثم إلى حضرات سائر الشهداء الكرام وأولياء الكرام يربد الأثر برضوان الله تعالى عنهم أجمعين ثم إلى حضرات سائر الأنبياء والأولياء والأقطاب والعلماء والفقهاء والشهداء والصلحاء والصديقين والصالحين ثم إلى أرواح سائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من لدن آدم عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة
اللهم بارك لنا من بركاتهم، اللهم امددنا من مددهم، اللهم افض علينا من فيوضاتهم واسرارهم في الدارين، اللهم انفعنا بعلومهم وبركاتهم، اللهم بارك لنا في علمنا، اللهم بارك لنا في معاملاتنا، اللهم بارك لنا في تجاراتنا، اللهم بارك لنا في كل معيشتنا، اللهم بارك لنا في أزواجنا، اللهم بارك لنا في أولادنا يا رب العالمين، اللهم صحح جسمنا وبلغ مرادنا ويسر أمورنا وحصل مقاصدنا وتمم نياتنا وحسن أخلاقنا وقل حاجاتنا يا قاضي الحاجات ببركة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ببركة قطب السلطان سيد إبراهيم الشهيد بادشاه ببركة سيدنا سيد أبي طاهر بادشاه ببركة الشهداء الكرام أولياء الكرام يا رب الأخر برضوان الله تعالى أجمعين اللهم ادفع عنا البليات والمصيبات والسحر والعين والشر والشيطان اللهم ادفع عنا البليات والمصيبات والسحر والعين والشر والشيطان اللهم ادفع عنا البليات والمصيبات والسحر والعين والشر والشيطان وارزقنا السلامة والعافية والصحة والنعمة والبركة والدولة والأمن والإيمان والمغفرة والسلامة والشفاعة في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم حصل مرادنا ومراد المسلمين اللهم حصل مرادنا ومراد المسلمين اللهم حصل مرادنا ومراد المسلمين وقل حاجتي وحاجاتنا يا قاضي الحاجات ببركة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ببركة قطب السلطان سيد إبراهيم شهيد بادشاه ببركة سيدنا سيد أبي طاهر بادشاه ببركة الشهداء الكرام أولياء الكرام أربعة الأثر رضوان الله تعالى عنهم أجمعين ببركة أنبياء الكرام الشهداء الكرام أولياء الكرام مشارق الأرض ومغاربها إن الله يحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم وينفعنا بعلومهم وبركاتهم في الدارين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن لهم حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وصل على النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحابه أجمعين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبارك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي سلم رضي الله عنه صلى علام رضي الله والسيد إبراهيم رضي الله عنه صلى علام رضي الله والسيد أبي طاهر رضي الله عنه صلى علام رضي الله